احكي لي شويه على المنتخب تيجاني، رغم اللي ظهر لي الناس الكل ما تشكش في الفاليو سويد نتاعك، لكن ما كانت عندكش علاقه كبيره بالمنتخب. كان صحيح صحيح، عملت اكثر من 30 ماتشوات، لكن الفرصه اللي جاتني باش نلعب كوب افريقيا انه نولي معناتها في التاريخ، وعملت اكسيدون وعملت شهر ما نعرفش كنت تتذكرها، عملت اكسيدون وضيعت كوب افريقيا. سنين جام في 2008 2008 متذكرهاش والله، شنو نسيتها؟ نسيت مش نسيتهاش، الحكايه 6 نتاع الصباح ما نجمش نقول لك اكزاكتومون 6 نتاع الصباح صحيت، عملت اكسيدون وانا سايي معناتها تيتولير في ليكيب ناسيونال، وروجي لو ميري يحبني وكنت تيتولير في سلافيا براغ، ونعمل سامحني غلط 2012 نلعب تشامبيونز ليغ غادي في سلافيا براغ، وكنت تيتولير في ليكيب ناسيونال، وفما برشا جمعيات راهو نحكي لك برشا جمعيات في البوندس ليغا باش يجيو يعملوا لي سكاوتينغ غادي معناتها فهمتني ولا، خاطر لاجون نتاعي كان واحد من غادي قال لي سي بون عندي اموان 10 جمعيات باش خاطر 19 سنه كنت نكور في تشامبيونز ليغ ونكور تيتولير في ليكيب ناسيونال فهمتني، وعندي جمعيات باش يعملوا فيناليزاسيون غادي يشوفوك غادي تكور و سي بون معناتها فهمتني هكا، ومعناتها بدل لك حياتك الاكسيدون هذاك؟ لا لا ما بدلليش حياتي كيما قلت لك قضاء وقدر. كنت اش تعمل مسيره كرويه خير في الكره؟ شوف فما دي ديكليك هذوما اللي ما خذيتهمش دي فيراج وكهو، معناتها خسرت دي فيراج نتاعي وقتها وكهو، خاطر وقتها حتى الانتر كي مشيت لسافيا براغ بري اول عام قالوا لي يرجع فهمتني ولا، اما قالوا لي يرجع ما نرجع غادي والعب ماتش وهكا فهمتني ولا. شنو صار وقتها؟ احكي لنا انت في الاكسيدون كيفاش كان؟ انا شوف الريفيون، عملت الريفيون غادي في 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 سوسه وقتها نحن كنا ستاج، وريت الجولات اللي كانوا في الاوروب جاو الجمعه اللي قبل فهمتني، يعملوا بريباراسيون خاطر نحن وقفنا البطوله في في مي ديسمبر فهمتني. جينا في في تونس باش نعملوا بريستاج باش من بعد الجوالات نتاع تونس يدخل في في, في الجروب ونمشيو للكوب دافريك. خلت ثلاث ايام ريفيون معناتها ليبر فهمتني ولا، مشيت عملت ريفيون في الغوتور نتاع مشيت عملت في سوسه ريفيون في غوتور في الغوتور نتاع سوسه عملت اكسيدون. اي الاكسيدون كيفاش كان؟ انت غلط كيفاش؟ لا مانيش غلط، اما في تونس فما شو فهمت فما ريت تعمل اكسيدون هذوما 15 جور هذوما متوقف ايقاف تحفظي صحيح اي كان جوغ هذوما 100% واضحين فهمتني. شنو تتفكر منه الحادث هذاك؟ شنو الاكسيدون هذاك شنو تتفكر منه؟ لا انا في في الفوا دو توروت نتاعي، فما شكون عمل الاكسيدون في الفوا الاخرى معناتها جا في الفوا نتاعي وما كانش ريت الدنيا ظالمه وفما حتى بلو نتاع واحد فهمتني ولا، اكسيدون وانا جيت في في جا في الشارع نتاعي على ساقيه. لا عمل اكسيدون وريت في الاكسيدون نتاعو، فما عباد معناتها تي حسيرو فما عباد خرجوا من الكربه نتاعهم في الاكسيدون نتاعهم وانا ماشي في لوتوروت فهمتني وكاو. اي على ساقيه كانوا العباد على ساقيهم. لا فما عباد معناتها في 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 كيما قلت لك فهمتك طايحين زوز ميتوا زوز من الناس ظهر لي فيها. اي ما في, في الاكسيدون اللي قبلها فهمتني، مش خاطر هم فما شكون عمل الاكسيدون قبلي انا. انت ضربت شكون؟ وانا لا ما عملت في اي في تي عملت بعت على كهرباء وانا من بعد عملت اكسيدون في كهرباء اخرى. ما صارش في حد شيء؟ لا 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 ما زي صار فيه، انا كنت مع نسيبي الله يرحمه. توفى فيه؟ توفى فيه الله يرحمه. الله يرحمه. دخلتوا في حاجه؟ دخلنا في كاميون اللي هو كان في في سور لو باكوتي فهمتني في لوتوروز. مومون صعيب نتصور؟ صعيب بيان سور متاكد معناتها بيان سور صعيب، اما دي دي دي, دي قضاء وقدر ما تنجمش معناتها هذاك مكتوب. ما زلت تفكرها لليوم نتصور ولا؟ بيان سور تفكرها ديما، انا كيما قلت لك يا اسلام راهو كاتبه معناتها 50,000 سنه قبل ما ربي خلق خويا الدنيا، خويا كتب خويا شنو باش يصير في حياتنا. صحيح. الجماعتين اللي في الحبس كيف عديتهم هذوك؟ لا اكثر من ثلاثه جماعات. ثلاثه جماعات عديتها. شوف بصراحه سونساسيون خايبه، ماشي باش نلعب كوب دافريك ونولي انا نتفرج في كوب دافريك معناتها في الحبس معناتها فاش في الحبس كوب دافريك بلوس دو سا. ريت مثلا نعطيك اكزومبل، ريت مثلا في فرنسا تعمل اكسيدون خويا ماكش ظالم فهمتني ولا، ولو معناتها العيشه نتاعك ما تبدلش معناتها فهمتني، متوقف وتفرج في تتفرج في الكوب دافريك معناتها في في الحبس بيريود صعيبه. توجع؟ اش حسيت وقتها؟ مش تحب تحس معناتها توجع؟ اي توجع من بعد صعيب معناتها كيما قلت لك
اسلام ربي معناتها هو الكاتبه كاتبه اللي في الحبس كيفاش كانوا يتعاملوا معك وقتها يعرفوك؟ لا بصراحه فرحوا بيا و بصراحه معناتها فرحوا بيا، انا ما كنتش عندي حتى اشكال معناتها، ما عندي في مسألة حتى مشاكل في الحبس غادي. اي فيعرفوك معناها فرحوا بيك العباد. فرحوا بيا صحيح. كيفاش كان كيفاش استقبلوك؟ استقبلوني بالباهي، فرحوا بيا. بصراحه فرحوا بيا. جورج ليكانس ظهر لي اسوء اسم بخلاف الكوب دافريك، هذه ظلمك في كوب دافريك واحده اخرى ظهر لي كنت تكون موجود فيها 2015. صحيح 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 بصراحه صحيح. 2015 كنت في ديسمبر وقت الكوب دافريك، في ديسمبر ولا في جانفي، وانا كنت ميور بوتور في الشامبيونا وميور باسور في الشامبيونا، فهمتني؟ بون ماكش كونفوكي باهي سي با غراف بار، اما خويا تضرب بالنسبه نحتير، انا وقتها مشيت للمغرب فهمتني فاكونس، يتضرب بالنسبه بنحتير وصايي مع الصحفيين الكل يكلموني صايي ان شاء الله باش يكلمك وبرشا عباد كلموني صايي ان شاء الله، وفرحت انا قلت هاي الحمد لله معناتها من بعد شنو اللي صار لي قبل ضيعت كوب دافريك الحمد لله باش نرجع كوب دافريك، معناتها عيط لي ادم رجايبي بكل احتراماتي ما يستحقش، كان مش ما يستحقش بكل احتراماتي، ما انا احسن بيتور في الشامبيون واحسن باسور في الشامبيون، سامحني اذا تعب نسبه نحتير اللي هو ريجيسور اخوي كلمني عيط لي اخويا تبدا في الجروب اخويا ما تلعبش تيتولير اخويا ابدا في الجروب فهمتني ما عيط ليش وعيط ادم رجايبي وقتها وكاو باش نكملوا بكويز، لكن قبل هذا عندي اخر سؤال. كانت عندك علاقه بممثله تونسيه؟ لا حتى ممثله تونسيه؟ لا 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 شكون خاطر خرج كلام تاع عندك كانت علاقه بمرام بن عزيز؟ لا لا مش صحيح، سمعتها كده مش أول مرة تسمعها؟ لا مش أول مرة أسمعها، مش صحيحة والله، والله ما نعرفهاش، عمري ما حكيت معاها وعمري ما نعرف. والله مش صحيح. ديجا حتى كي خرجت من الكليوب وقتها قالوا سليم الرياحي ما حبش تيجي تكون عنده علاقة بالممثلة هذيك. شوف ريت يخرجوا في حكايات أخويا، والله في تونس عمري ما ريت أخويا، ما عندي حتى علاقة بها وعمري ما حكيت معاها وكاو معناتها.